خلونا بقى نروح لغرفة عمليات مواجهة التغيرات المناخية. النهاردة شكلت الحكومة غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة على مستوى المحافظات لمواجهة السيول والأمطار اللي من المتوقع أنه تتعرض لها البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الأحوال الجوية المتوقعة في الفترة القادمة من الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ ريهام، مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا يا فندم، عايزينك في البدايه طبعا تطمنا على وضع الاحوال الجويه خلال الايام القادمه، ويا ترى ايه المحافظات يعني اللي ممكن يبقى فيها عدم استقرار. يعني احنا طبعا بدايه احنا لسه بكره هيكون فرص لارتفاع في درجات الحراره، حيث احنا تعرضنا لموجه من موجه حاره لمده 72 ساعة اعتبارا من يوم الجمعة، يعني بكرة إن شاء الله تكون الذروة بتاعتها. من يوم الاثنين تبدأ انخفاض تدريجي درجة درجة بدرجات حرارة حتى نهاية الأسبوع. هناك فرص لسقوط أمطار من يوم الثلاث والأربع بالذات على أغلب محافظات الجمهورية، وإن كان شدتها هتقل عن ما كان متوقع لأنه الاتجاه لطبقات الجو العليا او التوزيعات الضغطيه في طبقات الجو العليا بدات تتجه ناحيه السعوديه، فلذلك يعني احنا هنراقب بكره ان شاء الله التوزيعات دي، هل هيستمر الحاله اللي احنا متوقعينها انها تكون امطار على الاماكن الجبليه وتتحول الى سيول ام ستكون انتهت وتوجهت الى السعوديه. طيب هل بيبقى فيه تحذيرات بقى في الحالة دي يعني لأي للمحافظين يعني طبعا والمحافظات في خلال فترة التغييرات المناخية اللي متوقع ان هي تحصل، ايه المطلوب ان هم يعملوه؟ طبعا احنا على طول دايما في العلاقة جيدة بيننا وبين جميع المحافظات والوزارات ومجلس دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. طبعا كان اهم حاجة احنا لما بنطلع البيان بتاعنا بيبقى المقصود بيه ان المحافظات المحاطه بالجبال يبدا بيعمل تطهير لمخرات السيول بتاعته، ويبدا يوجه يبعد الساده المواطنين عن هذه الاماكن، ويوجه ازاي انه يقدر يستخدم او يستفيد بكل نقطه ميه تنزل على هذه الاماكن. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال، شكرا يا فندم لحضرتك.